رح ننتقل لمحطتنا الصحية لليوم، ورح نحكي فيها عن التحسس الغذائي يلي له أنواع وأنماط وأسباب متعددة، بتبدأ من عمر الطفولة وأيضا تظهر بعمر متأخر. أسبابه وأنواعه وطرق العلاج رح نتعرف عليه أكثر مع ضيفنا لليوم الدكتور جابر محمود، أخصائي بأمراض الهضم والتغذية للأطفال بمشفى الأطفال ومدرس بكلية الطب. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير لكم وكل مشاهدينا الكرام، رمضان كريم ينعاد عليكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم شهر انت بخير عيد يا الفطر رب. السعيد. كل عام وانت بألف خير دكتور. يعني التحسس الغذائي عند الأطفال موضوع شاغل بال كل الأمهات، خلينا نعرفه بشكل عام. مثل ما تفضلتي شاغل بال، هو حقيقة شاغل بال الأمهات والصحة بشكل عام. صحيح. فهو إحصائيا يعتبر المشكلة السادسة من حيث الأمراض التي تصيب المجتمع بشكل عام، فما هو شغلة نادرة، شغلة كثير بنصادفها وبنشوفها. هلا ما هو؟ هو ردة فعل مناعية، الإنسان بيتحسس تجاه غذاء معين أو أجزاء من هذا الغذاء. له أشكال، ممكن يكون تحسس فوري، ممكن يكون تحسس آجل، في أنماط أخرى من التحسس الغذائي بنسميه عدم تحمل. تسمعي كثير حضرتك أحيانا ممكن الإنسان يأكل أكلة معينة، شيء معين، يقول والله ازعجتني معدتي، يعني حسيت حالي انزعجت بعد اكلت الماده هي. هذا بنسميه عدم تحمل، وهو شكل من اشكال التحسس الغذائي ناتج عن خلل او ضعف او بطء في عمليه استقلاب هالغذاء هي ليستفيد منه الجسم بشكله الصحيح. يمكن كثير اشخاص بيكون عندهم هذا التحسس لكن هن ما عندهم درايه فيه وما عندهم معرفه بانواع الاغذيه اللي ممكن يتحسسوا منها. خلينا نحكي اكثر وخبرنا عن اهم انواع التحسس. سيدتي مثل ما حكيتي، اي ام بتحاول طبعا وحتى اب بيحاولوا يجيبوا لاولادهم افضل الاكل واغلاه احيانا حسب الظروف الماديه، وهون بتصير المشكله. انه انا بشوف التحسس بالعائلات الغنيه اكثر من العائلات الفقيره، لانه هذول بيجيبوا لاولادهم الامور اللي بتكون جديده اللي فيها محليات الصنع والفيها الملونات، وبالتالي بيعرضوهم للحساسيه. هلا موضوع التحسس يبدا باي عمر؟ يبدا عند الذكور وعند الاناث نسب متساويه، لا فرق بين ذكر وانثى بهذا الموضوع، وفي اي عمر، وممكن يجي بعد فتره، ما بالضروره يكون التحسس مراحل باكره، ممكن يجي مراحل لاحقة. طبعا أي أم بتلاحظ أنه بلش الحساسية عند طفلة لغذاء معين، يجب تخبر طبيبة أنه هذا الغذاء عمله هالمشكلة هي، يا هل ترى وين الإشكال، إشكال بالطعام، الإشكال بطريقة تقديم الغذاء، ويقوم الطبيب بتحديد ماهية الحساسية، نوع الحساسية، وتقديم النصائح اللازمة لهالموضوع هذا. هلا بالنسبة للأغذية اللي بتعمل حساسية، في الواقع قائمة تطول وتطول كثير، ولكن أنا حبيت بهاللقاء الأشياء تمام، حبيت بهاللقاء أحكي نحن الأمور اللي بتصادفنا بالعيادة. يعني الأم بتقول والله إنه أنا أعطيت ابني الحليب مثلا مع السمك، والله عمل مشكلتي، نسأل كثير هالسؤال. طبعا خلونا نحكي بالأغذية الموجودة بين إيدينا، نبلش بالبيض مثلا. طبعا نحن كثير هالسؤال بنسأله، والله أخذ الطفل بيض اتحسس منه. طيب حقيقة البيض قد يسبب حساسية، نعم، وعند مجموعة من الناس. هلا اللي بيسبب الحساسية بالبيض هو البياض وليس الصفار، البياض تحتوي على عكس ما العالم بتعرف. تمام. ولذلك البياض نحن بنأجله بأطباء الأطفال وبطب التغذية حتى بحدود السنة ب11 شهر، أما الصفار ممكن ندخله ببرنامج التغذية باكرا بست شهور. الصفار البيض بيعمل عدم تحمل بعكس البياض هو اللي بيعمل حساسية. فموضوع البيض هو في الحقيقة آمن، ولكن عند نسبة معينة بيساوي حساسية، لما تصير الحساسية مثبتة بإشراف طبيب أمرنا الله بنشيله، يعني في بدائل ثانيه، بروتينات بندخله. طبعا البيض غني جدا بالبروتينات ومخزن من الفيتامينات في الواقع، ضروري للاطفال، ويقي من فقر الدم، بيعوز الحديد. فتحسس البيض اللي نحن بنعتبره هاجس كبير وبياخذ مجال كثير كبير، معظم الحالات بيكون مبالغ فيه، فموضوع الحساسيه يعود للطبيب وتقدير الاعراض عندما تحدث، عندما تقوم الأم بزيارة الطبيب لتحديد ما هي الحساسية. الأمر الثاني الحليب مثلا، نسمع كثير أحيانا ابني بيتحسس على الحليب، نعم، أو طلع له حب أو شيء، تماما، نوع من الطفح، نوع من الانتبارات، لأنه الحساسية قد تبدأ بشكل من أشكال الطفح، ببلش على الوجه، يبلش على الشفتين، بعدين بينتشر للجسم كله، ممكن يأخذ أشكال أخرى، إسهال، غثيان، إقياء، ممكن سيلان نف، أحيانا سعال، أحيانا عبارة عن عطاس. بمراحل متقدمة ممكن يصير عنده وزمة وزيز، يعني صرير حنجري تصل لمراحل شديدة، وأحيانا في شيء اسمه الصدمة التأقية نحن بنقول له بالطب، وهذه تحتاج إلى مشفى، وأحيانا تؤدي للوفاة، لكنها حالات قليلة جدا في الواقع. إذا هي بالنسبة للحساسية أو أعراض الحساسية بشكل عام، فالحليب ممكن أن يسبب الحساسية بسببين. طبعا الحساسية تعود لمكونات الحليب اللي هي السكريات والبروتينات، ممكن سكر اللاكتوز، طبعا أحيانا في خميرة بتهضم هالسكر عند الإنسان، بينقص تركيز هذه الخميرة في لحظة معينة، فلما الطفل يأخذ الحليب يشعر أنه صار عنده نوع من التخفة، تطبل بطن، غثيان، إقياء، وانزعج، بنقول هون تحسس، وبالفعل هذا الشيء موجود حتى عند الكبار. هون بتوقف دكتور عن تناول الحليب الطفل؟ طبعا هون بريح الطفل من الحليب، ريثما
تعود الأمعاء لإنتاج هذه الخميرة بشكل جيد، ونعود بعد فترة لإعادة تقديم الحليب ونراقب مدى تحمل على هذا الموضوع. الأمر الآخر، البروتينات تسمعوا كثير أحيانا تحسس بروتين حليب البقر. طبعا هذه الحالة إذا أثبتت بطب الأطفال، في بدائل نحن بنقدمها لطفلنا، بنعطيه حليب خالي من بروتين حليب البقر مشان ما يصير هالمظاهر التحسسية هي. العسل، هلا العسل في الواقع مشكلة قبل السنة ولا ينصح به قبل السنة. كل الدراسات بتقول انه العسل قبل السنة يحتوي على او ممكن تعيش فيه بعض المطاطيات، بكتيريا المطاطيات الوشيقية، وهذه تسبب في الواقع ازيل المحاور العصبية بجسم الانسان، حالة شبيهة بالشلل، لان الفلورا او لان الانسان غير قادم، او الفلورا التي تحطم هذه المطاطيات بامعاء الانسان تتشكل بعد عمر السنة. فنحن ما مصلحتنا نعرض الطفل لهالمغامرة وللتجربة هي، بعد السنة ياخذ قد ما بده، بس قبل السنة ما في داعي نجرب ونحطه بهالموضوع، خاصة انه الامهات يمكن بيقعدوا بيخترعوا لاولادهم انه تفاح تمام. مع بيض مع تمام. ما بعرف يعني الخلطه العجيبه الغريبه انه بفكروا انه فيها فيتامينات تمام. دكتور، ففي اخطاء شائعه بهالموضوع؟ اكيد نحن سيدتي كل طفل توصيات عامه انه اهم شيء اول 6 شهور ما ياخذ اي غذاء، فقط 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 حليب الام، فقط حليب الام وحليب الام وفقط حليب الام. هلا ان تعذر تامين حليب الام لاسباب اخرى، هناك بدائل مماثله الى حد ما، طبعا ما في بديل لحليب الام ابدا. من بدايه الشهر السادس نبدا بادخال برنامج تغذيه للطفل. طبعا اي ام في طبيب اطفال عم يتابع سواء بالايادي ولا بالمستوصفات ولا بالمراكز الصحه، بيزودوها بهالبرامج التغذويه هي المناسبه تزداد حسب العمر، وصولا الى تامين طاقه كامله بعد السنه، بياكل مثله مثل اي انسان ثاني. هلا اللي بنشوفها الام تخلط الحليب احيانا مع مواد ثانيه مثل مع العصير مثل مع الشوكولاته، طبعا في الواقع هذا الشيء غير منصوح على الاطلاق، لانه الحليب فيه بروتينات، والحليب بجسم الانسان بيعتبر حاله له افضليه بالامتصاص، يعني وصل على الجسم لازم هو يمتص اول شيء، فاذا اخذناه مع اي ماده راح يتفاعل بعض البروتينات الموجوده بالحليب مع الماده، مثل الشوكولاته مثلا تحتوي على الاوكسالات، ممكن يصير تفاعل بين الكلس الموجود بالحليب والاوكسالات، وبالتالي بنخسر العنصرين، يعني ما عاد نستفيد منهم، يعني القيمه الغذائيه بتضعف. هلا هو ما راح يساوي حاله تسمم مطلق مثل ما هو شائع اطلاقا، بيساوي عدم او تحمل او حاله تحمل. الامر الاخر اللي بدي اتذكره الادويه، احنا كثير هالسؤال بنساله الام، بعطي الدواء مع الحليب؟ بصراحه لا ينصح باعطاء الادويه ابدا الا لوحدها فقط وبعيدا عن الحليب. هلا الحليب مشكلته مثل ما حكيت انه بيعتبر حاله له افضليه بالامتصاص، ممكن يشكل غلاف حول هالادويه هي وبيمنع امتصاصها، وبالتالي بيقلل فعاليه الدواء. هي احد الملاحظات اللي بحب انا اذكرها، انه دائما ناخذ الادويه بعيدا عن الحليب. كثير بتواجهنا بالعياده كمان، يمكن زينب نحن وصغار يكون غدانا سمك، بيقولون أهلنا ما تاكلوا مشتقات الحليب وما تشربوا حليب. هلا هل هالمعلومة صحيحة، هو تضارب الحليب مع السمك؟ سيدتي ما في غذاء محسس لحاله أو غير محسس لحاله، بصير محسس بوجود الحليب، يعني عندما يكون محسس سواء دخلنا معه الحليب ولا ما دخلنا معه الحليب رح يبقى محسس. المشكلة بالسمك والحليب كمان هالسؤال نحن بنسأله كثير في الصعيد العملي. السمك يحتوي على بروتينات عالية طاقة، بروتينات بيسموها بارفا ألبوبين، وهذه استقلابة وهضمها في الجسم يحتاج إلى طاقة استقلابية كبيرة، يحتاج إلى مراحل متعددة. كذلك الحليب يحتوي على الكازيين ويحتوي على بروتينات كبيرة بالتالكتو ألبوبين، وأيضا استقلابة يحتاج إلى مرور بعمليات هضم كبيرة. فعندما نقدم هذه الوجبة الحليب مع السمك، تتضافر وهذه البروتينات في الجسم ويصعب استقلابها للجسم، يصاب الإنسان بنوع من التخمي، نوع من عسر الهضم بيسموه، طبعا بيصير نوع من التخمرات. الأمر الآخر أن بروتينات الحليب تحتاج إلى وسط حميضي لعملية إتمام عملية هضمه، وبالتالي يستفيد الإنسان منها بشكل صحيح. أنا لما عم أعطي حليب لطفلي عم خلي الوسط بالمعدي قلوي، لأنه الحليب بيغير وسط المعدي وبالتالي بيأثر وبيبطئ عملية امتصاص هالبروتينات، وأنا بخسرها ما عاد استفيد منها. الأمر الآخر كما ذكرت أن الحليب أي مادة بالجسم بشكل غلاف حوله بيهيمن عليه، بيعتبر حاله له أفضلية بالامتصاص، وبشكل مركبات بنسميها نحن اضمصاص، يعني غلاف حول هذه المواد ويعيق امتصاصها، وبالتالي أنا بخسر فائلته. إذا الملاحظة أن السمك هناك حساسية عند بعض العالم للسمك بشكل عادي بشكل مجرد بعيدا عن الحليب. في ناس كثير ما بيتحملوا هالبروتينات الموجودة بالحيوانات البحرية بشكل عام سواء السمك ولا غيرها، بيصير عندهم نوع من عسر الهضم، نوع من تطبل البطن، أحيانا غثيان، أحيانا نقية، أحيانا إسهال، وأحيانا آلام بطن. في الواقع تبقى المشكلة قائمة سواء دخلنا الحليب ولا لا. أما أن التسمم أو أن المشكلة تحدث إذا جمعنا بين الأثنين، قطعا هذا الشيء علميا غير صحيح ما لم يكن هناك حساسية لإحداهم. لما بنجمعهم تضاف الحساسية أكيد. إذا دكتور نحن عم نركز على نقطة أنه الطفل طول ما عمره أقل من سنة ممنوع التخبيص بالأكل. تمام. إذا 6 شهور برجع وبكرر ملاحظة للي عم يسمعونا، 6 شهور رجاء فترة تغذية حرة، حليب الأم فقط. بعد الست شهور هناك برامج تغذوية طبيب الأطفال بيزودها للأم فيها، تبدأ من وجبات نشاء، وجبات حبوب كاملة، وجبات شوربة خضار. سيريلاك في أولاد ممكن أنه يتحسسوا منه ولا لا؟
عادة لا. نحن حتى بموضوع التغذية إذا أثبتت الحساسية بنحذفه، في بدائل الحمد لله إنه الأمور الطبية تحسنت والبدائل موجودة. نحن نوصي الأم تقدم لابنها أو لبنتها كمية قليلة وتراقب مدى تحمل هذا الغذاء يومين ثلاثة، إذا مر بسلام ما في تطبل بطن وأمور التحمل جيد نباشر فيه ونعتبره وجبة ثابتة وننتقل للوجبة اللي بعد منها. أما إذا لاحظت الأم أي أعراض للحساسية ممكن هالوجبة نحذفها تخبر طبيبها نستبدلها بوجبات ثانية. مية التمر كثير عم شوفها إنه عم يغلوا مية التمر ويشربوها للصغار، نفس المبدأ. قد يحدث هناك عدم تحمل، قد يحدث هناك عدم تحمل للأطفال، هي نفس الملاحظة بالنسبة للسكر. نحن بنشوف أطفالنا كثير بياخذوا سكر قبل السنة. هلا السكر شيء محبوب الأطفال بيحبوه وطعمه الحلو طبعا هو شيء بيجذب أحيانا، ولكن المشكلة بالسكر قبل السنة موضوع البداني. نحن لما ناخذ أطفالنا كميات سكر كثير كبيرة بغير مضبوط أكيد رح يزيد وزنه، ما ننتبه لها الملاحظة هي. الأمر الآخر إضافة السكر مع الحليب كمان، هي نقطة أنا بدي أحب أذكرها. الحليب بحد ذاته حلو ما بده سكر، فلما نضيف السكر اللي هو سكر الفواكه فركتوز موجود فيه، ممكن في الواقع يتفاعل مع حمض أميني موجود بالحليب اسمه الليسيتين ويشكل مركب فركتوز ليسيتين، وما يعود يخلينا نستفيد من الأحماض الأمينية الموجودة بالحليب. فيستحسن حتى السكر ما نضيفه للحليب، بدنا ناخده بانتظام بضبط معين من قبل الأهل، ما نصرف فيه لأنه زيادة أخذ نقصان مثل ما بيحكوا. تماما دكتور، بنهاية حديثنا حابين نعرف كيف بنقدر نوقي حالنا إن كان لأطفالنا أو للأشخاص اللي بعمر كبير من الحساسية. كما يقال المعدة بيت الداء والحمية، ولنقل ضبط الطعام هو رأس الدواء بشكل عام. فموضوع التغذية عند الأطفال نبدأ عند الأطفال، إذا أول 6 شهور يستحسن ما ندخل أي شيء إلا فقط حليب لهم، بعد 6 شهور برامج تغذية نظامية. الأمر الآخر موضوع الصادات الأدوية. نحن بنشوف كثير الأهالي وخاصة بهالظروف هي المادية ممكن الأم ما تحسن تأخذ ابنها للطبيب فبتلجأ للصيدلية تعطي أدوية. هلا إعطاء الأدوية بشكل كثير مكثف في الواقع عم يخرب الفلورا اللي هي موجودة بالجهاز الهضمي عند الإنسان، وتعتبر في الواقع جزء من الجهاز المناعي، ممكن تخرب هالفلورا وبالتالي تخلي الطفل عرضة لحساسية لهالمواد هي، لهالمحليات، لهالمواد الصناعية الموشوفة، سواء الأغذية الطبيعية وحتى الأغذية الصناعية. والخطورة أكثر عم تكون بالأغذية الصناعية مثل الأندومي وغيرها طبعا، نظرا لما تحتويه من بعض المواد الحافظة والملونات، والتي لما ياخذ الطفل في الواقع عم يشكل ردة فعل مناعي تجاه هالمواد هي، ممكن مع الزمن تأثير التراكمي يؤدي إلى مشاكل خطيرة كارتفاع ضغط أحيانا إضافة للبدني اللي ذكرناها. نحن دكتور نتشكرك على كل النصائح اللي أعطيتنا إياها والمعلومات، إن شاء الله بيكونوا الكل استفادوا منها. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم إن شاء الله. وانت بخير يا رب. شكرا كثير لك دكتور جابر محمود. شكرا لك. صباحنا وصل.